السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الرئيس لن يجيب عن موقفه بخصوص المأموريات إلا خلال 2019. والمنصور يقول إن الحديث عن الحوار ليس مطروحا للمنتدى ما لم يقدم الرئيس ردا صريحا بشأن الدستور. الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية يحتج في نواكشوط مطالبا بتوفير المنح، وعناصر من الشرطة تفرق الاحتجاج بالقوة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين وللشيخ إن الرئيس محمد والعبد العزيز سبق وأن أجاب على القضية المتعلقة بالدستور والمأموريات خلال مؤتمر صحفي سابق بالعاصمة الاقتصادية نواديبو، وأنه لن يجيب بشكل نهائي إلا خلال عام 2019. رئيس الجمهورية كيف تعرفه؟ قال إنه قضية المأمورية الثانية والثالثة، المأمورية الثالثة وقضية الدستور هذه فات يجاوب عليها جواب قاطع في نواديبو، به اللي قال ذيك الساعة إنه لا يجاوب على هذه القضية إلا 2019، ما كنا ضابطينها، لكن جواب الله هو اللي مسأل، لأن اللي يومه هذا هو قال يومه ذا في خطابه إنه ما هو لا يعطي شيء للناس يشفي غليلهم في القضية. تعود سمعتوها قال لهم الله يقول لهم انه ما هو لا يراوي في ذاك اللي دوره، ما ذاك اللي دوره ما فات وراه الجواب الحقيقي ذاك اللي قال لهم هو انه لا يجاوبهم عليه 2019، ولا ننتظر ذاك الجواب. قال الاستاذ الجامعي ومستشار رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الحاكم محمد لمين والشامخ انه لا بد من تحديد فتره زمنيه لاجراء الحوار السياسي، وإن فتح المجال تم تجريبه خلال مراحل سابقة ولم يجدي في هذا المجال. لا بد تحديد للزمن فترة زمنية، ولكن تحديد الفترة الزمنية ليس معناه ضغط، ليس معناه أن احنا كم من مرة أطرقنا موعد للحوار ولم يقع، كم من مرة أعلن الحوار ولم يقع، كم من مرة علقنا انتخابات ولم يقع الحوار، كم من مرة وقع هذا لن يكون مفتوحا، ولا يمكن ان يكون مفتوحا على مصراعيه طوال الزمن. دونك لابد ان يكون هناك تحديد للفتره. واضاف والشامخ خلال حلقه هذا المساء من برنامج المشهد ان الرئيس الموريتاني هو حامي الدستور ويملك حق المطالبه بالتعديل في نقطه او نقاط، لكنه طالب فقط بالتعديل فيما يتعلق بالغاء مجلس الشيوخ، وان التعديلات الاخرى ليست مطروحه. الرئيس هو حامي الدستور، ويملك الحق في أن يطالب بتغيير الدستور في نقطة أو نقاط، وصرح بأنه يطالب بمراجعة الدستور فيما يتعلق بغرفة الشيوخ، وهذا حقه الطبيعي، وبطبيعة الحال هم مسطرة قانونية تمر بها هذه المطالبة. من ناحية أخرى، قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح وتنمية تواصل والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد جميل المنصور إن الحديث عن الحوار السياسي ليس مطروحا بالنسبة للمنتدى ما لم يتم تصريح واضح من النظام الموريتاني بشأن الدستور. وأضاف المنصور خلال حلقة جديدة من برنامج في الصميم أن الإقدام على الحوار قبل أخذ الحد الأدنى من ضماناته يعتبر بلا معنى. بعض أرجاع ما بين اليدين باللي احنا صورنا كمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن الحديث في الحوار، ما حد ما هتخلي تصريح واضح حول مسألة الدستور واحترام مقتضياته أنه ما هو وارد. غير بعد لأنك طرحت الموضوع، احنا الحوار عندنا مرحلتين، مرحلة المضامين ما فتنا عندنا شادين أخبارها، كان نناقشوا حل مجلس الشيوخ والله عدم حله، كان نناقشوا طبيعة النظام السياسي والله ما نناقشوه، ذا ما هو المطروح. احنا كمنتدى قومنا محاولات الحوار السابق ذيك اللي فشلت بيننا احنا والسلطة،
وذيك اللي عدلوها بعض الأحزاب 2011، واكتشفنا وخلصنا على أن الحوار سابق تحدد أرضيته وينقبض الحد الأدنى من ضماناته الإقدام عليه بلا معنى. ولذلك قلنا عن هالمرحلتين، ده هو جوهر المسألة، إن يتجاوزوا المرحلة الأولى اللي كتبنا لهم أخبارها ويجاوبونا ويحصل عندنا الحد الأدنى عن القايسين، ما هو كرنفال لتضيع وقت، والله كرنفال الالتفاف على قضية، والله مظهر له ينعت للعالم والرأي العام الوطني والدولي ويخسر الصبح، إن أجبروا يضمنها ديك الساعة لهم يتكلموا عن المضامن. ومعنا في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد علي العبادي، أهلا وسهلا. لأن المنتدى يقول إنه لم يقدم على الحوار ما لم يقدم النظام ردا صريحا بشأن الدستور، والرئيس يقول إن الحوار سينطلق في غضون 3 أو 4 أسابيع، كيف تقرأ هذا الأمر؟ أنا أعتقد بأننا ربما الآن في اتجاه دخول في مرحلة جديدة قد لا تكون هي مرحلة التجاذب. يبدو بأن الرئيس في خطابه في النعمة قد أعلن القطيعة النهائية مع معارضته سواء في المنتدى أو في تكتل القوى الديمقراطية، بل إنه اتهمهم في نواياهم باعتبار أنه ليس لديهم شروط محددة وإنما لديهم عراقيل، وهو سيدخل الحوار بمن حضر. إذن هذا هو الشكل حتى الآن الذي يظهر من الخريطة السياسية. الآن ما نتجه إليه كمراقبين ونتساءل عن من هم أطراف الحوار الذين سيشاركون في الحوار المقبل، بمن حضر، هل هناك من هم داخل المنتدى، من هم داخل أحزاب المنتدى سينشقون عن هذه الأحزاب والدخول في هذا الحوار. إذن شكل الحوار، هل هو حوار مع الشباب الحراك الشبابي الآن الموجود في الساحة وخلق رؤية جديدة وحوار جديد باعتبار أنه يدعو إلى تجديد الطبقات السياسية؟ إذن هو اتجاه جديد لا نعرف حتى الآن، لم تثبت حتى الآن ولم تتشكل الأرضية التي سيقف عليها. طيب، المنتدى في السابق كان يقول إنه لن يقدم على الحوار ما لم يتم تقديم رد مكتوب على ممهداته، الآن يشترط أن يقدم النظام يعني ردا صريحا بشأن الدستور، يعني الانطلاق أعتقد أن رئيس عبد العزيز استبق القضية في مهرجانه في النعمة حينما قال الآن أتوقع أنهم يقولون أنهم لن يشاركوا في الحوار نتيجة التصريحات التي صرحت بها أمامكم الآن، وسيقولون لا بد من رد فيما يخص الدستور. يبدو أن الرئيس هذه النقطة لن يتكلم عنها حتى الآن، السيناريوهات المطروحة استبعدها. نحن كنا نقول بأن مجلس الشيوخ ربما يؤسس لتغييرات دستورية جديدة، قد يكون نظام برلماني يكون فيه السلطة لوزير أول، واستبعد في رده على المرابطين يوم أمس هذا الخيار. إذن نحن الآن أصبحنا أمام خيارات أخرى، أن يكون هناك نائب للرئيس، لكن هذه كلها تخمينات، وحتى الآن لم نجد الخيار الرئيسي الذي يمكن نقول بأنه هو السيناريو المقبل في المرحلة المقبلة. طيب، والمنتدى حينما ينتقل من المطالبة بتقديم ضمانات مكتوبة على الممهدات إلى اشتراط أن يصرح الرئيس تصريحا لا تلميحا بشأن الدستور، هل تعتقد أن يستجيب الرئيس لذلك؟ أعتقد أن هذا الشرط هو شرط بالحقيقة شرط عادي عندما نقول، لأن الدستور لا يمكن أن يمس في حالة وجود جميع الأطراف بدون الموافقة عليه. فإذا كان هناك مس بالدستور، أنا أعتقد بأنه إذا ذهبت الأطراف إلى الحوار لن يكون هناك عائق. الطرف الذي يحاول تغيير المواد المحصنة من الدستور ستكون عليه اللائمة مباشرة، والأطراف الأخرى يمكن أن تنسحب مباشرة باعتبار أن هناك مس لمواد محصنة في الدستور قد تستدعي مأمورية ثالثة. لكن هذا التباعد، هذا التجاذب لن يؤدي إلى نتيجة ولن يخرج البلاد من الأزمة ولا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها. كل ما نتجه إليه هو أن يكون هناك أطراف مقصية وطرف يحاور
مع من أراد الحوار، وأنا أعتقد بأن هذا لن يعجل من حل الأزمة. الآن مفروض على الكل ترسيخا للديمقراطية، حماية لها، أن تتنادى جميع الأطراف على الأقل لتقديم تنازلات، سواء من ناحية السلطة أو من ناحية المعارضة، من أجل الدخول في هذا الحوار حماية للدولة الموريتانية وللديمقراطية الموريتانية. طيب، يعني فيما يتعلق بنقطة الدستور هذه، الرئيس أعلن عن حل أو إلغاء مجلس الشيوخ، وقال إنه سيجري تعديل دستوري بهذا الشأن. إجراء تعديل دستوري والتعبير عنه ألا يعزز مخاوف الطرف الآخر المعارض بشأن أنه ربما يتم المساس بغير هذه النقطة؟ أنا أعتقد أن المخاوف تظل قائمة دائما، المخاوف تظل قائمة، ومحاكمة النيات تظل قائمة نهائيا، لكن علينا أن نخترق هذا الحاجز من أجل الدخول في مرحلة جديدة. أنا أعتقد بأن تغيير مجلس الشيوخ لا يغير شيئا ما دام لا يمس من جوهر الدستور ومن طبيعة الدستور. حتى أني رأيت الآن الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى أن يكون هناك مساس بالدستور، وقال المرحلة القادمة لن تتحدد إلا في 2019. إذن هذه المرحلة وهذا الحوار لن يحسم في هذه القضية طبقا لهذا التصريح. طيب، وتحديد يعني 3 أو 4 أسابيع يعني كأجل لانطلاق هذا الحوار، هل يشي بأن النظام ربما ضمن مشاركة بعض الأطراف وحدد على أساس ذلك هذه المهلة؟ حتى الآن هذا ما يفهم، لأنه في 4 أسابيع لا يمكن أن تحصل أطراف دون الأطراف التي حصل معها الاتفاق. وكما قلت لك في السابق، الآن نحن نتساءل عن ما هي هذه الأطراف، وهل هناك أطراف غير مرئية ستدخل الحوار بشكله الجديد. كل هذا هو ما يتم التساؤل عنه، أو هل سيتم الحوار بغضون 4 أسابيع، أم ستتدخل أطراف أخرى من أجل حلحلة الموقف حتى تساعد في دخول الجميع في هذا الحوار وإعطاء الوقت الكافي لحسم القضية. إذن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد علي العبادي، شكرا جزيلا لك. لا شان المنفصل، حيث قالت الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب بنت علي سالم إنها تقدمت بمرسوم يتعلق بمزايا رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وعبرت بنت علي سالم خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء عن حرص موريتانيا على تطوير وتعزيز قضايا حقوق الإنسان. معدل طبقا للقانون، المادة 31 من القانون، من قانون مناهض التعذيب، القانون رقم 2015-034 اللي صادقت عليه الجمعية الوطنية وصادق عليه في 10 سبتمبر 2015. وطبعا تطبيقا لهذه المادة معروف أن تم استحداث آلية وطنية للوقاية من تطبيقا لهذا القانون، الوقاية الوطنية من التعذيب. هذه الآلية عندها مهام جسيمة، مهام جسيمة، فهي طبعا تخول لها مهامها أنها توصل لجميع الأماكن المقيدة فيها حريات الأفراد، فيها أي إنسان محروم من الحرية مقيدة حريته. تجي المراكز إعادة تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون، وتقد توصل لأماكن الحراسة وأماكن الاحتجاز المؤقت ونقاط العبور ومناطق النقاط الحدودية ومناطق العبور. هذا طبعا مع هذا مخول الهم اللي إنها تقد تلجر جميع المعلومات اللي تهمها في غياب الشهود. قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة نهى بنت مكناس إن قطاع الصناعة في موريتانيا عانى من الإهمال خلال السنوات الماضية وظل يواجه العديد من الصعاب. وأضافت بنت مكناس أنها تقدمت ببيان لمجلس الوزراء يتضمن استراتيجية تنموية خاصة بالقطاع الصناعي. يتعلق البيان الذي كان لي الشرف بتقديمه اليوم في مجلس الوزراء باستراتيجية تنمية قطاع الصناعة. وهذا القطاع كما تعلمون يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد مهما كان. وقد عانى من بعض الإهمال في الفترات السابقة إلى حد أنه لم يدرج في قائمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي أعد سنة 2001.
وظل القطاع يعاني من عدة صعوبات خاصة في وجه صعوبات خاصة في وجه المنافسة الحادة وغير المتكافئة التي يستلزم الانخراط في اقتصاد السوق العالمي أو التي يستلزمها الانخراط في اقتصاد السوق العالمي. وينصح من خلال التشخيص الذي قمنا به في هذا المجال أن الشركات الصناعية لا تزال تواجه تحديات كبيرة. نظم الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية مسيرة في نواكشوط طالب خلالها بتوفير المنحة للطلاب، وأكد الائتلاف عزمه على مواصلة المساعي من أجل حل مشاكل الطلاب المختلفة. هذا وقد فرقت وحدات من الشرطة احتجاج الطلاب بالقوة، ما تسبب في إصابة عدد منهم إصابات وصفت بالطفيفة. نتابع. أصيب العديد من طلاب جامعة نواكشوط بجراح طفيفة جراء قمع وحدات مكافحة الشغب للمسيرة التي نظمها ائتلاف النقابات الطلابية الموحد لمطالبة الإدارة بالإسراع في تسوية المطالب التي طرحتها النقابات وتطالب بتحقيقها. مسيرة سلمية اللي نريد منها هو على أن نوصلوا لسيدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلننا لن نتوارى نهائيا عن مطالبنا، وأعلنها لا تتحقق إن شاء الله تعالى، وأعلننا سنمضي إن شاء الله في نضالنا، ولن يضيع حق وراءه مناضل. نأكد هون على قضية مهمة، على أن الوزير من الساعة اللي جانا وإحنا في تراجع، المنح متراجعة والنقل متراجع، الأزمات متزايدة يوم بعد يوم. نأكد على الحال لن يظل على حاله، وأعلن إن شاء الله تعالى سنظل سائرين في هذا الطريق حتى نكتسب حقوقنا بطريقة التي تليق بحقوقنا. وتعتبر هذه خامس مرة يتم فيها قمع تظاهرات طلابية مطالبة بتحسين وضعية الطلاب التي تعاني من تردد في الخدمات والمطالبة بتعميم المنح على الطلاب الداخل والخارج، غير أن الشرطة استخدمت العصية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. الطلاب لن يزيد الطلاب إلا نضالا وصمودا. توفير بوليس للطلاب وبطل الطلاب هو منه تحقيق المطالب الطلابية وعلى رأسهم المنحة. هاي البطل اللي شاهد راك من أمامنا اللي يبتطلوا قدامنا الطلاب تبطلوا البوليس ظلما وعد وانا عن مطالب مطالبهم ما يتواسى. صباح الخميس وبعد تجمع الطلاب أمام الوزارة قامت الشرطة بتفريق المسيرة بالقوة بعد أن أراد ائتلاف النقابات الطلابية تذكير صانع القرار بأن الأسابيع التي حددتها الحكومة لحل أزمة النقل قد تضاعفت بأسابيع أخرى، وأن العديد من نقاط مستخرج العريضة الطلابية لا يزال في الأدراج كما يقول الطلاب. ومعنا في الاستوديو محمد سالم والمحمد محمود الأمين العام لاتحاد الطلبة الوطنيين، أهلا وسهلا. هل أوصلتم للوزارة مطالبكم وما مستوى تعاطيها معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه الكريم. في البداية لا يفوتنا عن نكون ندين، وهذا القمع الشديد اللي تعرضوا له اليوم الطلاب اللي ماشيين في قضايا عادلة، وهي مطالبتهم المنح اللي قطع وزير التعليم العالي سيدي ولي السالم، منحها السنة الثالثة ومنحها الماستر ومنح الدكتوراه العلميين اللي في الكلية العلوم والتقنيات واللي ما يتجاوزوا العشرات حتى الآن، ما بها أي الوزارة تشجعهم العلم وراهم علميين على فكرة، نكدوا لهم على عنهم مادة علمية ما بها حتى الآن توخوا لهم بورس، ما نحذرت الواقج منهم الأسباب ما نعرفوها. بخصوص مسيرة، نحن في الائتلاف الموحد النقابات الطلابية لنا زمن في قدر من النضال، عدلنا فتنا مسيرات، واليوم مشينا في ذي المسيرة وعد الوزارة ولا خلات الشرطة تلحق الوزارة، قمعتها القمع الشديد اللي انصابوا على أثره قدر من الطلاب العزل السلميين اللي ماشيين في قضاياهم العادلة. طيب فيما تتجلى المطالب الأبرز التي تطالبون بها، وكيف ترد الوزارة على هذه المطالب؟ المطالب الأبرز هذه مكتسبات كانت خالقة، نحن نطالب وارك بمكتسبات كانت خالقة قلعها الوزير سيدي ولي السالم. السنة الثالثة كانت معمة عليهم المنحة كاملين، جاء سيدي ولي السالم والغى منحهم. أهل ماستر جاء سيدي ولي السالم والغى منحهم. لكن لا بد وأن الوزارة يعني تقدم بدائل أو تقدم مبررات لإلغاء هذه المنح إن كانت فعلا ألغتها أصلا. مبررات، وهي مبررات قالت على عنها مقنة بالسن، السنة الثالثة قالت عن حد كامل ما عنده دون 90 على عنه ما يمتنح، ما نحن لا من عنده 90 على 91 على الفوق 88 ما هم مانحين ومعدل سنة ثالثة. الماستر قالوا على عن حد انقطع سنة
على عنهم يعتبر منقطع وعلى عنه ما هم سجل، ونفس الشيء بالنسبه للدكتوراه. وراه هي على فكره الانقطاع معدلته الجامعه هي اللي جبرت الناس ليصانص، ولكن هذه معايير في النهايه ينبغي أن يتم وضع معايير والجميع تسري عليه هذه المعايير. ما المشكل في ذلك؟ جاينا قضيه هاي المعايير، هم المعدنين قلت لك انا الماستر الجامعه هي اللي ما سجلت لهم الناس قبلت ليصانصهم يا غير الجامعه سجلت ملاقراتهم يعني عاد السنه الاخرى قرات قال لهم قالت الوزاره ما انقطعتوا، هم ما انقطعوا، هم الجامعه هي اللي انقطعت. ونفس الشيء بالنسبه للدكتوراه في كليه العلوم التقنيه وكليه الاداب، الوزاره هي اللي انقطعت، الجامعه هي اللي انقطعت سنه، معناها هذه مبررات واهيه. يا الله صي عاقبوا الجامعه بدلا من الطلاب، الجامعه هي اللي ما سجلت الطلاب اللي انفتعت سنه ورا ذاك. طيب ماذا انتم فاعلون في الائتلاف اذا ذلك؟ نحن في الائتلاف موحد النقابات الطلابيه لهن تم مواصلين في نضالنا السلمي حتى اعاده جميع المكتسبات الطلابيه اللي مسعى وزير التعليم العادي السيدي ولد سالم متبارك مع هدم المكتسبات الطلابيه الحريه النقابيه، وحتى المكتسبات اللي كانت خارجه السنه الثالثه كان معمم عليها المنحه الغاها، والمكتسبات كامل لا نعيدها ان شاء الله بنضالنا السلمي، ولا هي تثنينا ولا يثنينا قمع الشرطه عن مطالبه بها. طيب هل ترفض الوزاره لقاءكم ونقاشكم في ذلك، ام انكم لم تجربوها واثرتم الاحتجاج بالشارع؟ نحن في البدايه مشينا عده رسائل للوزاره، جيناها قاع جينا جاوها الامناء العام والائتلاف النقابات الطلابيه ولا تعاطوا معهم. وعلى ذكر تجاوب مالو ياسر مالي خالي مجموعه العلميين هذو اللي عدوا الدكتوراه في كليه العلوم التقنيه جاوا للوزاره ومشاو لها رساله عن دور يلقاو رد عليهم على عنهم يطيروا الرد المكتوب. إذن أشكرك محمد سالم المحمد محمود الأمين العام لاتحاد الطلبة الوطنيين، شكرا جزيلا لك. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال شن طائرات الاحتلال الحربية غارات جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من توغل آليات صهيونية شرق المدينة. وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع أصيب شاب فلسطيني آخر بقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال. نتابع. شنت طائرات الاحتلال الحربية مساء الخميس 4 غارات على رفح جنوب قطاع غزة بعد ساعات من توغل آليات صهيونية مسافة أقل من 100 متر شرق المدينة وشمال بيت حانون شمال القطاع، وقصف مدفعي تسبب بإصابة شاب، فيما واصلت المقاومة الرد على العدوان بقذائف الهاون. وفي تطور آخر، أصيب شاب بجروح جراء قصف مدفعي صهيوني شرق منطقة الفخاري إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكر مصدر محلي إن الشاب أصيب جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال المتوغلة على مقربة من موقع صوفا شرق رفح، حيث لا تزال حالة التوتر تخيم على المنطقة منذ ساعات صباح اليوم. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية صهيونية من طراز F-16 شنت 3 غارات استهدفت أراضي خالية في منطقة أبو الروس شرق رفح، لافتة إلى سماع دوي انفجارين كبيرين ومشاهدة سحب من الدخان تتصاعد من المنطقة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ووفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام في القطاع، فإن آليات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم بقيت قريبة من محيط قطاع غزة ونفذت إحدى التوغلات في الأراضي الفلسطينية شرق رفح بمسافة تصل إلى نحو 100 متر، ما دفع المقاومة الفلسطينية للرد على ذلك بإطلاق قذائف الهاون تجاه الآليات المتوغلة. وأكدت مصادر محلية توغل 8 آليات للاحتلال، بينها 3 حفارات قرب موقع 16 لمسافة 60 مترا شمال بلدة بيت حنون، وشرعت بأعمال حفريات في المكان. وتستمر حالة التوتر في محيط غزة منذ الأربعاء في أعقاب عمليات التوغل التي يقوم بها الاحتلال، ما دفع المقاومة إلى الرد بقذائف الهاون. رياضيا في هذه النشرة، يحتدم الصراع بين أندية الدوري الموريتاني لكرة القدم من أجل التتويج ببطولة الدوري لهذا العام، ويعتبر نادي أفس تفرغ زينة وأفس نواديبو من أبرز المتنافسين بحثا عن التتويج بهذه البطولة. نتابع. تفرق زينة يقترب من التتويج ببطولة الدوري الموريتاني للمرة الثانية على التوالي بعد أن نجح في الفوز على أقرب مطارديه نادي أفس نواديبو في عقر داره بهدف دون رد. بدأ يقترب رويدا رويدا من معانقة البطولة وعلى بعد 3 جولات من انتهاء البطولة بشكل رسمي. آخر لقاء له فاز أيضا على نادي الجيش الوطني
وفي حال فاز في أحد اللقاءات المتبقية له يتوج مباشرة ببطولة الدوري بغض النظر عن باقي نتائج الجولات القادمة من الدوري الموريتاني. أفسان وذبو بدوره يمني النفس بتعثر النادي البلدي في جل المباريات المتبقية له من أجل الانقضاض على لقب البطولة، بينما يرى كثيرون أن الغواصة البرتغالية ضيعت لقب البطولة حين خسرت على أرضها من النادي البلدي تفرق زينة في الجولة القبل الماضية من الدوري الموريتاني. أما أندية منطقة القاع فكل ما تتمناه هو البقاء في دور درجة أولى وعدم الهبوط لدور المظالم، وعلى رأسها نادي العصابة الذي يعتبر أقرب الهابطين. يحتاج لمعجزة من أجل البقاء، حاله كحال أفسن وذبو الذي يحتاج هو الآخر لمعجزة أخرى من أجل أن يتوج ويخسر تفرق زينة في اللقاءات الثلاث المتبقية له. حال فرق الدوري الموريتاني حاليا هذا يحلم بالبقاء وهذا يحلم بالتتويج. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الرئيس لن يجيب عن موقفه بخصوص المأموريات إلا خلال 2019. والمنصور يقول إن الحديث عن الحوار ليس مطروحا للمنتدى ما لم يقدم الرئيس ردا صريحا بشأن الدستور. الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية يحتج في نواكشوط مطالبا بتوفير المنح وعناصر من الشرطة تفرق الاحتجاج بالقوة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.